بتكلم في الفيديو ده عن ال practical section of CSF. مبدئيا ال CSF ده هو ال cerebrospinal fluid موجود حوالين ال spinal cord وال meninges of the brain. في حالة بيحصل فيها meningitis اللي هو inflammation of the membranes surrounding the brain and spinal cord, which occurs either يا إما primary إن البكتيريا أو الفيروس راح لل cerebrospinal fluid عن طريق ال blood وعدى ال blood brain barrier مثلا, أو secondary to infection إنه حصلت ال infection الأول وبعد كده البكتيريا أو أيا كان الكائن وصل الدم ومن الدم عمل infiltration برضو ووصل ل CSF. تمام. طيب المنينجيتس نوعين, يا اما سيبتك يا اما اسيبتك. السيبتك دي بيبقى فيها باص, الاسيبتك ما فيهاش باص. تمام. اللي فيها باص دي غالبا يعني هي دايما بيعملها بكتيريا, اما الاسيبتك بيعملها فيروس او فانجاي او ممكن بارازايتس. بس خد بالك ان في اتنين من البكتيريا بيعملوا اسيبتك منينجيتس, وهما التي بي المايكوبكتيريوم تيوبركلوزيس يعني, والتاني اللي هو الليبتوسبايروزس. تمام. يبقى مهم جدا كل البكتيريا بتعمل سيبتك منينجيتس ما عدا التي بي والليبتوسبايروزس. ماشي. طيب احنا دلوقتي عشان نعمل لابوراتوري دايجنوزس بنشخص عن طريق حاجتين, بناخد سي اس اف كلتشر اللي هو عينه من السيربروسبينال فلويد, او عينه من الدم لان بيبقى غالبا في بكتيريميا او فيريميا في حاله المننجيتس يعني. تمام. بناخدهم الاثنين مع بعض. طيب بالنسبه للبلاد كلتشر احنا بنجمعها في نفس الوقت اللي عملنا فيه السي اس اف, وقبل ما ندي انتيبيوتكس عشان ما نموتش الكائن ايا كان هو. تمام. انتيبيوتكس او انتي فايرلز طبعا. ماشي. زي ما قلنا البكتيريا المننجيتس غالبا بتبقى اسوشيتد مع بكتيريميا, عشان كده بناخد بلاد كلتشر, بناخد بلاد يعني عينة بلاد. طيب ازاي بناخد السي اس اف؟ احنا بنعمل لامبر بانكتشر, بنيجي كده ما بين السباينال ما بين السيجمنت الرابع والخامس, وبنقوم داخلين بنسحب الفلويد, بنسحب من 3 ل 5 مللي بالانبوبه. طبعا لازم تكون سترايل عشان ما ندخلش اي اورجانيزم يعمل مشاكل تانية. وطبعا الكونتينر بيبقى كابد متغطي عشان ما يحصلش العينه ما تتلوثش, لان العينه دي قيمه جدا. لازم العينه دي يعني تكون, طبعا احنا جمعنا ال CSF خدته من 3 ل 5 مللي, جمعناهم في حاجه معقمه عشان ما نلوثهاش ببكتيريا من بره مثلا, عشان نحافظ على ان العينه تبقى سليمه. غالبا ال CSF ده لو بكتيريا المننجيتس هيبقى تربد, لان البكتيريا هتعمل باص, كذلك بيبقى under pressure. تمام. ال delivery of CSF بيقول لك specimen should be delivered to the lab as quickly as possible as delay may result in death of delicate pathogen. انت دلوقتي لو اتأخرت ممكن الأورجانيزم اللي موجود في ال CSF ده يموت, فبالتالي ما تعرفش تعمل عليه التستات اللي انت عاوز تعملها, ممكن يحصل degeneration للليكوسايتس اللي موجودة فتطلع على زوزامز تكسر الأورجانيزم. لو انت كده كده مضطر تتأخر, حط بقى في incubator عن 37 درجة سيليزيس عشان تحافظ عليه. تمام. طيب اللابوراتوري اكزامينشنز اللي بنعملها لل CSF, اول حاجه احنا بنبص عليها من بره مايكروسكوبك. ماشي. هتشوفها تربد ولا لا, مايكروسكوبك اكزامينشن تحت الميكروسكوب بقى هتشوف في كام خليه في الملي. احنا قلنا ان المفروض ما يبقى اقل من 5 لو في حاله ان مفيش مننجيتس. تمام. بس لو في مننجيتس تبقى اكبر من كده بقى. بتعمل سنترفيوجيشن عشان تعزل الخلايا تحت, هتاخد بقى من الخلايا اللي انت عزلتها دي تعمل لها تصبغها, فتشوفها بالجرام سمير هتعرف هي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. عرفت هي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف, هتستبعد كده خلايا وهتشك في خلايا معينه اللي بتعمل منجيتس. طيب انت دلوقتي شكيت ان هي مثلا ستريبتوكوكس, هتقوم عامل لها كلتشر عشان تتاكد. تمام. بعد كده تعمل لها كيميكال تيست عشان تتاكد ان هي كذا. بعد كده تشوف تيست بقى الحاجه اللي انت شاكك فيها دي. تمام. البكتيريا الانتيجين. بعد كده تعمل لها بي سي ار بقى عشان يديك الفاينل ايه دايجنوزس. ماشي. طيب الميكروسكوبيك اكزامينشن زي ما قلنا بتشوف ان هو السي اس اف كلير ولا تربل. تمام. بيقول لك السانز اوف كونتامينشن وذ بلاد, كمان تشوفه فيه بلاد ولا لا مكان انت ما كنت بتعمل البنكتشر وانت بتخرم. تمام. بيقول لك كمان ان ممكن يبقى فيه في السي اس اف سبايدر كلوت كده, جلطه على شكل خيوط العنكبوت, ودي بيبقى سببها التي بي مننجيتس. ماشي. طيب بيقول لك الميكروسكوبك اكزامينشن بقى هتعمل سيل كاونت از دان بيفور سنترفيوجيشن اوف سي اس اف. ماشي. يعني انا لازم اعد مع اصل بالعقل, انت عملت سنترفيوجيشن فانت كده عزلت الخلايا تحت والباقي فوق, فانت كده كدست الخلايا مش بالتوزيع الطبيعي بتاعتها, لكن انت عايز تعدها سيل كاونت دي تعدها تكون تعرف هي موجوده كام واحده في الملي, بحيث يعني الموضوع يبقى
تعدها زي ما كانت موجودة فعلا في الطبيعة، تمام؟ مش تعزلها لي شوية كده وشوية كده وبعد كده عايز تحد، أكيد هتعمل السنترفيجيشن بعد ما تعمل السيل كاونت، ماشي؟ طيب السيل كاونت بقى بيقول لك إيه؟ المفروض في النورمال سي اس اف المفروض عدد الخلايا تبقى من 0 ل 5 ليكوسايتس في الملي متر مكعب، تمام؟ الننجيتس بيبقى فيه خلايا كتير، في الاسبتيك بتبقى عدد الخلايا أقل شوية، تمام؟ طيب لو انت دلوقتي عملت سنترفيجيشن للديبوزيت اللي هو الخلايا هتعمل لها جرام ستين وهتعمل لها كالتشر، لكن السوبر نيتنت اللي هو الانتيجنز هتعملها بايوكيميكال تيست وهتعمل لها رابيد انتيجين تيست، تمام؟ طيب انت دلوقتي عملت جرام سمير للسي اس اف، انت دلوقتي هتعمل الجرام سمير ده للديبوزيت اللي هو الخلايا بعد ما عملت سنترفيجيشن اللي هي البكتيريا، فمثلا لو بصيت كده ولقيتها نقط حمراء هتعرف ان دي نقط، لو لقيتها الاول نقطه هتعرف ان دي كوكاي، لقيتها حاجه مطوله هتعرف ان دي باسيلاي، طيب لقيتها حمراء هتعرف ان ديت جرام نيجاتيف، لقيتها زرقاء هتعرف ان دي جرام بوزيتيف. طيب زي مثلا هنا انت شايف نقط حمراء فدي نيسيريا منينجيتيدس لان ديت جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، هتلاقيهم اتنين ماسكين في بعض كده، تمام؟ اما دي ديبلوكوكاي تانية لانهم اتنين برضو ماسكين في بعض فدي ستريبتوكوكاس نيموني، تمام؟ يبقى الحمراء الصغيره دي نيسيريا منينجيتيدس، ماشي؟ اما الزرقاء فدي ستريبت، ما هو الازرق عندنا ايه؟ يا اما ستريبت يا اما ستاف يا اما تيتانوس، تمام؟ فبما ان دي حاجه في البرين يا اما ستريبت يا اما ستاف، طالما في البرين يبقى غالبا ستريبت، ماشي؟ طيب فدي ستريبت دي ستريبت وكوكس نيموني، ماشي؟ طيب الكالتشر بقى بيقول لك السيريبروس باينال فلويد ديبوزيت ان انوكيوليتد اون اني جروس شوب بي سبجكتد تو كومبليت ايدنتيفيكيشن فولود باي انتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيستنج، ماشي؟ انت دلوقتي هتحطه يا اما على بلاد اجار يا اما على تشوكلت اجار وفي 37 درجه سيليزيوس من 5 ل 10 سي او 2 وتفحصه بعد 24 ل 48 ساعه، ماشي؟ طيب الكيميكال تيستس بقى بيقول لك السوبر نيتنت فروم ذا سنترفيوج سي اس اف شود بي تيستد فور جلوكوز اند بروتين. الكيميكال تيست بقى هتعرف هتشوف بقى هو الجلوكوز والبروتين فيه قد ايه. في البيرولنت بكتيريا مننجيتس دلوقتي في بكتيريا فهي بتاكل الجلوكوز وكذلك عامله موسعه البلاد برين بارير فهي بتدخل بروتين، تمام؟ فالكونسنتريشن بتاع البروتين بيبقى انكريزد. في الاسيبتيك مننجيتس الجلوكوز بقى بيبقى بيقل، بس يعني بيقل حاجه بسيطه لان الفيروس مش بتاكل جلوكوز مثلا، كذلك البروتين هيعلى حاجه بسيطه لان الفيروس مش بتوسع البلاد برين بارير جامد، تمام؟ طيب هنا بقى الارقام دي كده لازم تتحفظ. ليه بقى؟ عشان دي هي اللي على اساسها هتحدد من التحاليل ديت بقى يعني ايه سبب الانفكشن دي، ماشي؟ فمثلا في النورمال بتلاقي ان الليكوسايتس من 0 ل 5، فالطبيعي انك مثلا ما تلاقيش سيلز ولو لقيت هتلاقي الليمفوسايتس، ماشي؟ طيب البروتين المفروض البروتين يبقى اقل من 50 يعني من 15 ل 50 كده، تمام؟ الجلوكوز يعني السكر رخيص ففي منه كتير من 45 ل 100 تقريبا نص الجلوكوز يعني من 15 ل 50 ده من 45 ل 100، ماشي؟ طيب في حاله الفيرال انفكشن هتلاقي ان الليوكوسايتس زادت لحد 2000، تمام؟ وفي حاله التي بي برضو يعني التي بي هتلاقيها بنت الفيرال انفكشن كده شبهها، هي صحيح بكتيريال بس هي شبه الفيرال، تمام؟ هي والفانجل التي بي والفانجل والفيرال قريبين من بعض، البيرولنت انفكشن اللي هي البكتيريال بعيده شويه، فتلاقي دي من 2 ل 2000 ودي من 5 ل 2000، تمام؟ دي بقى من 5 ل 20000، ماشي؟ طيب البريدومينانت سيل تايب هتلاقي في هنا فيرال انفكشن فيها الليمفوسايتس وهنا برضو الليمفوسايتس، ماشي؟ ده طبيعي ان بي وتي سيلز، تمام؟ هيشتغلوا ضد الفيرال وهيشتغلوا ضد الفانجل، ماشي؟ لكن في حاله البريلنت انفكشن بتلاقي نيوتروفيلز، ماشي؟ يبقى البكتيريا هيشتغل ضد نيوتروفيلز، اما الفيرال والفانجل هتلاقي الليمفوسايتس هم اللي بيشتغلوا. طيب البروتين بقى في حاله الفيرال البروتين هيزيد شويه، تمام؟ وكذلك في الفانجل والتي بي هيزيد سيكا حاجه بسيطه بس، لكن في البريلنت انفكشن بيفتح البلاد برين بارير جامد فبيعدي بروتين كتير، فالبروتين هيبقى اليفيتد اكتر من 100، يعني ده هيبقى اليفيتد اكتر من 50 شويه، يعني في الفيرال هيبقى ما بين 50 ل 100، ماشي؟ طيب في التي بي هيبقى اكبر من 50 يعني برضو ممكن ما بين 50 ل 100، يعني قلنا نفس الكلام اهو، هنا ما بين 50 ل 100 هنا اكتر من 50، لكن في البريلنت هيبقى اكتر من 100 اللي هو اكتر من ضعف الطبيعي، تمام؟ طيب في حاله السكر الجلوكوز هنا في النورمال
في الفيرال هيبقى طبيعي لان هي مش هتاكل جلوكوز، الفيروس ما بتاكلش جلوكوز. الفانجاي هتلاقيه نورمال او ممكن يبقى يعني يقل شويه في حاله التي بي، يعني اصل التي بي برضو في الاول والاخر بكتيريا، فهي ممكن تاخد شويه جلوكوز تمام بس هيقل حاجه بسيطه. لكن في حاله البريد انفكشن لا، انت لازم هتلاقي له جلوكوز. ممكن بس في الاول تلاقيه نورمال قبل ما البكتيريا تكون زادت، مثلا انت خدت سي اس اف اول ما حصلت الانفكشن فلسه البكتيريا ما لحقتش تتغذى كتير على الجلوكوز، فتلاقي في الاول نورمال، بس هو في الطبيعي انك بعد كده تلاقيها لو اقل من 45 تمام. هنا ممكن تلاقي نورمال وهنا ممكن تلاقي نورمال تمام. يبقى نقول تاني بسرعه، الليوكوسايتس بتبقى هنا اقل من 2000، هنا بتبقى ما بين بتبقى يعني المتوسط بتاعها بحوالي 800، يعني بتبقى كتير قوي ممكن توصل ل 20000. هنا البريدومينانت في الفيرال والتي بي بتلاقي ليمفوسايتس، في البريدومينانت بتلاقي نيوتروفيلز، في البروتين هنا بتلاقي ان ده ما بين 50 ل 100، وهنا برضو ما بين 50 ل 100 اكتر، يعني اكتر من 50، هنا اكتر من 100 تمام. هنا وهنا السكر بيبقى طبيعي ما عدا في التي بي ممكن تلاقيه بيقل سيكا، هنا غالبا بيقل تمام. طيب هنا اللي بعدها بيقول لك البكتيريا انتيجنز، بيقول لك كوجريشن تيست از بيرفورمد يوزنج ذا سي اس اف تو ديمونستريت ذا بريزنس اوف انتيجنز اوف مننجوكوكاي ونوموكوكاي هيموفيلس انفلونزا تايب بي. انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتعمل كوجريشن تيست، فحاجه منهم بتعمل كوجريشن وحاجه مش بتعمل كوجريشن، فبتعرف ايه بيعمل وايه لا او هكذا تمام. طيب هو بيقول لك هنا ايه بقى؟ بيقول لك هنا ان الحاجات دي يعني ستريبتوكوكس نعمل بي سي ار عشان يعرفنا ايه الباثوجين اللي موجود في السي اس اف تمام، في حاله المننجيتس او الانسفاليتس تمام، سواء فيروسز او بكتيريا او ييست حتى. بعد كده نعمل بقى الجرام ستين، ما احنا قلنا في الاول ان احنا بنعدي بخطوات معينه، احنا دلوقتي عملنا سنترفيوجيشن ومش عارف ايه، دلوقتي احنا نعمل جرام ستين. خلينا في الجرام ستين اقول لك حاجه، اول حاجه تعملها في الجرام ستين انك تبص تشوف الحاجه دي حمراء ولا زرقاء تمام. لو حمراء هتشك في هيموفيلس انفلونزا وايكولاي، لو زرقاء هتشك في حاجات فيها تي زي ستريبتوكوكس نيموني وستريبتوكوكس اجالاكتيكا تمام، والثالثه اسمها الاستيريا مونوسايتوجينس ماشي. طيب الحاجات اللي فيها التي الاول، لو لقيتها على خلفيه حمراء فدي غالبا عامله التهاب، عامله التهاب فين؟ في الرئه، فدي تبقى ستريبتوكوكس نيموني. لو لقيتها على خلفيه بيضاء ومش باين غير الخلايا اعرف ان احنا هنا الاستيريا مونوسايتوجينز، انت شايف الخلايا بس مونوسايتوجينز ماشي. طيب لو لقيتها على لو لقيتها في شكل سلاسل كده فاعرف ان دي ستريبتوكوكس اجالاكتيكا، اجالاكتيكا ماسكه في بعضها زي السلسله ماشي. طيب بعد كده نوصف ايه؟ انا دلوقتي ايدنتيفاي ذا سلايد، عرفت من كونها جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف غالبا هعرف اسمها. الايكولاي لانها حمراء كده تمام، ولانها باسيلاي ماشي وجرام نيجاتيف وموجود على حاجه كده تحسها خلفيه صفراء، خلفيه صفراء دي تفكرك بالبايل سولتس او بالجهاز الهضمي عموما، فالايكولاي دي موجوده اصلا في الانتستين فتلاقي الخلفيه بتاعتها كده صفراء. لكن الهيموفيلس انفلونزا هيموفيلست هيم انفلونزا تحسها كده ايه بتنتشر في الهواء فتحس وراها غيوم وسحب كده كده تمام. طيب فدي جرام نيجاتيف بس اللاي دي كده هما الاثنين بس اللاي ماشي، والاثنين جرام نيجاتيف، بس الفرق ان الايكولاي دي تقليديه جدا بتتعمل على المكونكز اجار، وبما ان هي موجوده في الانتستين فهي بتهضم حاجه، بتهضم ايه؟ بتهضم اللاكتوز، بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن تمام. اما الهيموفيلس انفلونزا دي اسمها هيموفيلس فهي بتحب الدم، فبدل ما نديها كمان بلاد اجار لا ده احنا هنديها تشوكليت اجار اللي هو بلاد وبلاد غني كمان هايلي نيوتريشس ومتكسر تمام. كذلك ان احنا هنعمل تيست اسمه اكس اند في فاكتور ماشي. الاكس اند في فاكتور ده بنحط بيبقى شرايط كده موجوده هوريها لك دلوقتي، ده الاكس اند في فاكتور. هي ولا اكس فاكتور ولا في فاكتور، يعني مش بتروح للشريط بتاع الاكس ولا بتروح للشريط بتاع الفي، لا ده هي بتروح بتاخد الاثنين، بتبقى موجوده في النص ماشي. هيموفيلس انفلونزا موجوده ما بين الشريطين ان ماشي. طيب وقلنا كمان ان هي بتحب اسمها هيموفيلس يعني بتحب الدم فهنديها شوكليت اجار. اما الثلاثه دول كده هنديهم بلاد اجار، الثلاثه اللي هم جرام بوزيتيف هنديهم ايه؟ بلاد اجار. الاخيره دي قلنا ان هي تقليديه فبدا ولا بتاكل دم ولا بتاكل حاجه موجوده في الجهاز الهضمي هنديها ايه؟ ماكونكز اجار ماشي. الاستريبتوكوكس نيموني بعد كده نتكلم عن اشكالهم بقى. احنا قلنا دي كده بس اللاي يعني مطوله تمام، هوريك الاول يعني ايه بس اللاي ويعني ايه كوكاي. دي كوكاي مدوره بس اللاي مطوله، كوكو بس اللاي ما بين الكوكاي والبس اللاي ماشي، ده اللي انا عايزك تعرفه. هنا بصينا لقينا ان دي
مدوره فعلا، بس غالبا بتبقى اتنينات، فسميناها ديبلوكوكاي. دي لقيناها تشينز، فهي كوكاي بس ان تشينز، ماشي. دي لقيناها بس اللاي ولقيناها بوزيتيف، فهي جرام بوزيتيف بس اللاي، لا اكتر ولا اقل، ماشي. دي برضو لقيناها نفس الفكره بس اللاي، بس دي جرام نيجاتيف بس اللاي لان لونها احمر. ودي لقيناها ولا هي كوكاي ولا هي بس اللاي، دي كوكو بس اللاي، فدي جرام نيجاتيف بس اللاي او كوكو بس اللاي، تمام. طيب كذلك بقى نتكلم عن الهيموفيلس، عن الهيموليسيس، تمام. اللي بيعمل الفا هيموليسيس ده يعني بارشال هيموليسيس، ده في حاجات بتعمل كومبليت هيموليسيس، في حاجه بتعمل، في حاجه بنعمل لها اوبشن تيست، ماشي. طيب الستريبتوكوكاي اللي اسمها نيموني، دي بتعمل التهاب، بس التهاب مش بتموت، تمام. فهي بتعمل بارشال هيموليسيس، يعني بتعمل الفا هيموليسيس، ماشي. وبما ان هي مش موجوده في تشينز، فهنعمل لها تشين تيست اللي هو اوبتو تشين تيست. اما اللي موجوده في تشينز دي بقى، دي لابسه سلسله وشبح، راجل شبح كده، عارف انت الشبيحه اللي بيبقوا ماشيين يضربوا الناس في الشوارع، بيبقوا لابسين سلاسل غالبا. فالتشينز دي بقى بتعمل ايه؟ بيتا هيموليسيس، دي بتكسر الدم خالص، ماشي. لكن الاخيره معانا دي بتعمل اللي هي الاستيريا مونوسايتوجينس، هي تحسها كده غلبانه مع نفسها، بس لا، ما المظاهر خداعه. الاستيريا دي برغم ان هي على خلفيه بيضاء، الا ان دي برضو بتعمل بيتا هيموليسيس، تمام. يبقى الثلاثه البوزيتيف بيعملوا بيتا هيموليسيس، ما عدا الوحيده الغلبانه العبيطه اللي بتعمل التهاب، تفكرها بتعمل مشاكل لكن هي في الحقيقه بتعمل الفا هيموليسيس، ماشي. ماشي نكمل. اتكلمنا بقى عن الهيموفيلس انفلونزا، قلنا ان هي جرام نيجاتيف اللي هي انها لونها احمر بس اللاي او كوكو بس اللاي. قلنا ان هي بما ان هي هيموفيلس بتحب الدم، فهي بتتعمل على شوكليت اجار. قلنا ان هي بيتعملها اكس اند في فاكتور. قلنا عن الايكولاي ان هي تقليديه بتعيش في الانتستين، بيتعملها مكونكز اجار، فهي لاكتوز فيرمنتنج، وهي جرام نيجاتيف بس اللاي، تمام. طيب اتكلمنا عن الستريبتوكوكاي، قلنا ان هي استريبت، فهي فيها تي بوزيتيف اهي، فهي جرام بوزيتيف لان لونها ازرق. بصينا على الصوره لانها فيها كور مدوره بس لقيناها اتنينات، فقلنا ان هي ديبلوكوكاي. لانها مش في سلاسل، فقلنا هنعوضها عن ان هي غلبانه، فعملنا لها اوبتو تشين تيست لانها سنسيتيفلي، تمام. ولقينا ان هي بتعمل التهاب، بس مع ذلك مش بتعمل الفا هيموليسيس، تمام. طيب بعد كده بصينا على الستريبتوكوكس اجالاكتيكا. الاجالاكتيكا دي قلنا اللي هي لابسه سلسله مع بعضها، وهي بوزيتيف جرام بوزيتيف كوكاي ان تشينز. حطيناها على البلاد اجار لانها بما ان هي لابسه سلسله فهي شبيحه، بتعمل بيتا هيموليسيس، ولقيناها كمان كاتاليز نيجاتيف، تمام. هي صحيح شبيحه بس مش بتقتل، كاتاليز نيجاتيف، تمام. انا عارف ان كاتاليز مش دي معناها، كاتاليز معناها ان هي مش بتعمل رغاوي، تمام. كاتاليز نيجاتيف يعني مش بتعمل رغاوي، بس انا بربطها لك يعني، هي صحيح بتعمل بيتا هيموليسيس بس كاتاليز نيجاتيف. طيب الاستيريا بقى مونوسايتوجينس، بصينا عليها لقينا ان هي بس اللاي، ولقينا ان هي بتعمل بيتا هيموليسيس، ولقينا ان هي عندها تامبلنج موتيليتي يعني بتمشي كده رجل ورجل، كذلك ان هي كاتاليز بوزيتيف. يعني الاستيريا دي عدتهم كلهم، بتعمل بيتا هيموليسيس وبتعمل وكاتاليز بوزيتيف وجرام بوزيتيف، بص بتعمل كل حاجه، تمام. طيب في واحدة ما قلناهاش اسمها نايسيريا مينينجيتيدس. النايسيريا دي تحسهم ايه؟ ناسيين كام خلية كده على العينة، حاجات بسيطه قوي على العينه، تمام، ولونها احمر، فدي جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، تمام. وعلى البلاد اجار وموجوده في البلاد اجار والشوكليت اجار، اوكسيديز تيست تلاقيها بوزيتيف، بتطلع اسيد مع الجلوكوز والمالتوز، اجلوتينيشن ويز مينينجوكوكال سيرو جروبنج انتي سيرا زاموس، مش عارف ايه اي بي سي واي ومش عارف ايه، كان اصلها كانت موجوده في النظر، فيها تلاقي فيها رغي كتير كده، تمام. بس النايسيريا افتكر فيها ان احنا كاننا نسينا العينه، نسينا كام خليه على العينه، فهي دي النايسيريا. ومن شكلها اوصف، هتبص هتلاقيها حمراء، هتقول ايه دي جرام نيجاتيف، هتبص هتلاقيها ايه اتنينات كده ماسكه في بعضها، هتقول ايه دي ديبلوكوكاي، ماشي. جلوكوز ومالتوز، يبقى دي بتعمل اسيد عليهم، يبقى دي يبقى دي ايه نايسيريا، ماشي. بعد كده بقى احنا عملنا سبيسمنت كولكشن، وعملنا سميل، وعملنا كلتشر. السبيسمنت كولكشن بقى قلنا سبيسمنت مي انكلود سي اس اف سبيسمنت او بلاد او اسبيريت فروم سكين ليجن، يعني مثلا في حاجات يعني النايسيريا دي مثلا بتعمل راش، تمام. فممكن ناخد من الحاجات اللي هي عاملاها دي من الراش، تمام. ممكن نعمل نيزوفارينجيال سواب مثلا، لان هي موجوده في النيزوفارينكس، ماشي. طيب
السميرز بقى بعد كده بنلاقيها جرام ستيند سميرز اوف ذا سيدمنت اوف سنترفيجيتد سبينال فلويد. طبعا احنا عارفين ان هي بتعمل بتيكيا راش، فده طبعا شكل جزء من الراش ظهر فيه نيسيريا مننجيتيدس. الكالتشر طبعا قلنا ان هي سيربرو سبينال فلويد ديبوزيت از انكيوليتد اون بلاد اجار وتشوكليت اجار زي ما قلنا. بعد كده ديتكشن اوف كاريرز باي سوابنج، عملنا نيزوفارينجيال سواب. بعد كده السواب هنزرعها على حاجه اسمها ساير مارتن اجار. بعد كده الزينز ايزوليتد كولونيز ار اكزامين. بس كده، ثانك يو.